الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن أتكلم ببضع كلمات عن العملات الافتراضية. تعلمون أن الأموال أو العملة أو العملة الورقية كانت في بداياتها مقابل الذهب، يعني الذهب هو المال في الأصل، لا يوجد غيره، ولكن مع التطور الزمان صار في عملة ورقية مقابل المال، مقابل الذهب. فكانت البنوك عندها أموال مقابل ما عندها من الذهب، إلى حين يعني تغير الحال ابتداء من أمريكا وكل الدول العالمية، فلم يعد لهذه الأموال مقابل لها من الذهب، فصارت هي عبارة عن ورق، يعني حقيقة ورق، ولكن هذا الورق منضبط بالبنوك الرئيس الرسمية ومنضبط بكل البنوك العالمية، يعني معترف به كل البنوك العالمية، لذلك يعني هو عملة محترمة بالنهاية كالذهب. والدليل أنك تستطيع أن تشتري ذهب بها، أنا بأخذ $1,000، بأخذ مليون ليرة سوري، بأخذ كذا، بشتري مقابلها ذهب. فإذا يعني هي لا تزال ما دام تشتري بها الذهب، إذا هي عملة محترمة، يخرج عنها الزكاة ويتصدق منها، ويعني تعامل معاملة الذهب. لكن فيما بعد الآن نشأت عملات تسمى العملات الافتراضية، يعني أرقام فقط إلكترونية موجودة على النت فقط، مثل البيتكوين مثلا أشهرها البيتكوين. هذه العملات الافتراضية طبعا لو نظرنا، هل هي أولا عملة مقابل ذهب؟ لا. عملة معتمدة في البنوك؟ لا. عملة معتمدة في الدول؟ لا. من أسس هذه العملة؟ لا ندري. من يدير حركة البيتكوين؟ لا ندري. إذن هذا كله حرام، شراء البيتكوين حرام وبيع البيتكوين حرام، يعني التجارة في هذه العملة حرام. ممكن أن تصير عملة جائزة بحال واحد، اعتمدت في كل البنوك كالعملة الورقية، واعتمدت في كل الدول، هذا إن حصل جاز التعامل بالبيتكوين وغيرها، لأنه عرفنا من يديرها، عرفنا كيف تدار، عرفنا قيمتها، ممكن نتعامل معها، إذا فقدناها بنعرف نستردها إلى آخره. أما الآن على الوضع الحالي لا يجوز، وأنا أرى شباب كثيرون اليوم مقبلون يريدون أن يصيروا أغنياء فجأة. الغنى لا يأتي فجأة، إذا أردت أن تصير غنيا أيها الشاب يجب أن تعمل وتكد وتشتغل وسنوات حتى تبني شيء، ثم وإذا قدر الله لك ذلك فوق ذلك. أما والله أنا أريد أن أصير فجأة بكون مجمع 10-15 ألف دولار بزتهم، مع الأسف تضيع ويضحكون عليه ولا يدري من أخذهم وكيف أخذوا وكيف ذهبوا مع الأسف هذا واقع العملة الافتراضية، ولا أدري، يعني حب الدنيا هو الذي يدفع الناس للتعامل بها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنتكلم أيضا عن البورصة الإلكترونية أيضا في تسجيل لاحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.